صور. مشاهدينا الكرام وجميع قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كتواجدوا حاليا منطقة ديال الزباجة، بحال كيتواجدوا واحد الشاب اللي كيبيع الحلويات الشرقية اللي لقى إقبال من عند بزاف ديال الناس في هذه المنطقة هذه بسبب هذه الحلويات هذه اللي كيبيعها هويا واللي كيحببها لجميع الناس في هذه المنطقة هذه. عطيه الميكرو. السلام عليكم. عطيه الميكرو. السلام عليكم. مرحبا بك بعدا على قناة شوف تي في. اهلا وسهلا. كيف شفتي اول مره في جيتي للمغرب؟ كيفاش عشتي هذا الجو؟ اول ما قلت المغرب قلت تجوزت على طول. الكلام ده 2014 يعني كتبت الكتاب ونزلت مصر يعني، وقعدت حوالي 3 سنين في مصر ورجعت تاني للمغرب. المشروع انت اللي كدير دابا، واش كنتي كديرو في مصر ولا غير في المغرب؟ لا المغرب بس، انا كنت في مصر بزاف يعني. سلامات الله وبركاته. شكون كتير مع الكليان تسالوا وحنا معاك يعني كيف ما كتشوفوا مشاهده قناه شوف تي في، يعني صراحه حلويات جميله من طرف هذا الشاب هذا اللي كيف ما قالينا على انه كيتواجدوا بزاف بحال هذه الحلويات في دوله مصر، هادشي اللي خلى انه يجي للمغرب. ما صراحه ما كاينينش بزاف اللي كيديروا هاد الحلويات الشرقيه يعني الا القليل، وكشكون دائما يعني المذاق ديالو مختلف عند بعض الاخوان. يعني هذه الطريقه كيفاش انه كيقدمها لبعض الزبائن ديالو، يعني اللي بغيتي تاكل هنايا ولا بغيتي دير معاك يعني كيوجدها لك باش دير معاك. يعني كيف ما كنشوفوا دابا حاليا خويا كتقدم لعند السيد تسولوك هادو معاك كيفاش كتاكل الحلوه؟ عمرني جيت عندنا كنشوف فيكم انا. كتجيك بنين ولا ما كتجيكش بنين؟ شناهي الحلوه اللي كيبيع هاد السيد؟ لا لا ما تصور فيا انا غادي نجري عليك. لا حشومه هاد الدري كياكل ما كيشبعش. كيفاش كتجيك الحلوه ديال هاد السيد هذا كيبيعها؟ ابا سمك يعني كيما كتشوفوا الناس هنايا يعني كيجيو كياكلوا الحلوه من عند هذا السيد هذا. قول لنا كيفاش جاتك هذه الحلوه اللي كتجي؟ واعر واعر بزاف والله الله تنور. ديما كنتي تاكلها ولا لا؟ حلوه والله حتى حلوه، ما قالوا عليها حلوه حتى حلوه الاصدقاء. تبارك الله عليكم الدراري بصحتكم. هما الدراري شوف والله حتى حلوه ناضيه. هذا السيد ديما كنجي ناخذ من عنده. انت الثمن مناسب. انت الثمن مناسب ماشي مناسب. الدري بالي بحال باغي يغني. لا 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 هذه في خاطر قزوم ولا الضحى كاملين. هذا مولف كيغلف العراس باللي كيدير ديديكاسات وداك الشيء. يعني الصراحه الاجواء هنا ممتعه مشاهدينا الكرام. يعني كاين اقبال من طرف الشباب، كاين اقبال كذلك من طرف الناس اللي كيجيو انهم كيتقداو هاد الحلويات هذه. يعني الثمن ديال هاد الحلويات يعني كاين من 5 دراهم وانت طالع يعني 5 دراهم 6 دراهم حتى 7 دراهم. يعني شوفوا معايا تبارك الله هذا السيد هذا اللي دار هذا المشروع هذا وكيبيع هذه الحلويات في هذه المنطقه هذه، اللي تحيه ليه على هذا المشروع هذا اللي دار هويا. وكنعرفوا كاين العديد من الناس كيبغيو يديروا مثل هذه المشاريع وما كيزعموش. يعني هذا السيد هذا كيحاول انه يشجع الشباب ويشجع كذلك الناس اللي كيبغيو يديروا المشاريع ديالهم. يعني صراحه هذا السيد كيتواجد في المنطقه ديال سباشا، بزاف ديال الناس كيجيو من مختلف المناطق كيشريو عنده الحلويات باش انه. وعليكم السلام. يعني كيف ما شفنا مصر، شوف شوف الدري شوف. السلام عليكم. يعني هكا هاد السيد هذا داير كليان في هاد المنطقة هادي وكيحاول أنه يبيع الحلويات. يعني كما كتشوفوا معايا الآن كيقدم الحلويات لبعض الزبائن ديالو، ومن بعد ناخذوا معاه الكلمة بخصوص هاد الحلويات كيفاش كيصوبها منين كيجيبها ونعرفوا مزيد من المعطيات. شوف كيغوصوا عليه، هنا غير مصري. يعني تخيلوا معايا الطريقة كيفاش أنك بغيتي تاخذها وشديها معاك. يعني هذا الشيء كتواجدوا في منطقة ديال سباتا قرب من شارع الشجر. تقاطع بين نوفمبر يعني اللي ما بقاش شارع الشجر بالضبط، تقاطع نوفمبر شارع الشجر هو كيف. شكرا للزميل أيمن، تبارك الله عليك، كنحيوك على المعطيات ديالك. يعني هذه هي الطريقة باش أنه كيقدم للناس الحلويات ديالو. يعني كيف ما شرحت لكم انه كاين من 6 دراهم كاين 7 دراهم كاين 5 دراهم، يعني ثمن مناسب جدا لجميع الذواق او جميع العشاق. يعني تحيه كبيره لهذا السيد هذا اللي كيبيع الحلويات المصريه. يعني شفنا الصراحه كاين اقبال كبير. الحمد لله الله يتقى سوات الخدمه انتم. الحمد لله. ولا ديما هذا الشيء تبارك الله. لا الحمد لله 4 سنين في الحلويات. 4 سنين
سنين. ايوا الحلوه شدي واش كتعتبر ولا كتجيبها من شي بلاصه اخرى ولا لا؟ انا ما بصيبهاش بس انا بحب اشوف حاجه بعينيا يعني. انا مش عندي في الاكل النظافه طبعا يعني. كيف تشوف الاقبال مع الناس اللي هنا في المنطقه يعني؟ الحمد لله الحمد لله، الناس لسه عارفيني اصلا. هنا بقول لك ترى هنا في البلاصه هذه ثلاث سنين الحمد لله سنين في البلاصه هذه فهمني. سنه في شارع القدس والاماكن دي فهمني. حش اللهجه ديالك بقات في مصر، علاش ما تعلمتيش الكازاويه ولا المغربيه؟ انا لهجتي قلب خليجي شويه عشان عشرت الخلايجه فهمني، السعوديين او المصريين معنا صح. يعني هذا المشروع هذا تشوفوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله تشجع الشباب انهم يديروا بحال هكا. استخدت ربنا الاول بعد كده توكلت على الله الحمد لله. شوف راسك كيفاش جيتي المغرب، كيفاش جاتك الفكره ديال هذا المشروع هذا؟ ما الفكره جات لي من حوالي اول ما جيت المغرب 2014، دورت شويه في سباته ما على حلويات زي اللي عندها في مصر، كنافه والبسبوسه والبقلاوه، ما شفتش والو. ولما نزلت مصر تاني ورجعت قررت ان انا اعمل مشروع حاجه زي كده فاهمني. والحمد لله استخدت ربنا وتوكلت على الله فاهمني. عرفت في الاول مصريين برضو بيدوا لي حلويات شرقيه فاهمني، برضو فلسطينيين برضو فاهمني كذلك. فالحمد لله دلوقتي يعني اربع سنين كيان عملت كيان بمعنى صح يعني فاهمني. شنو كيعيط عليك الناس؟ من المصري محمد المصري. ايوه محمد المصري. الاسماء ديال الحلويات اللي كتشوف يعني عليه الاسماء الحلويات هي اسماء الاسم العام بتاعها وديالها اسمها حلويات شرقيه. عارفوا كاينه كنافه، كاينه شي حاجه، هذه كنافه اسمها عش البلبل، هذه باللوز، وهذه كنافه عصبليه، هذه فيها لوز وشوكولاته، وهذه بسبوسه باللوز، وهذه بقلاوه لوز ونوتيلا، وهذه كذلك برضو بقلاوه باللوز، وهذه كنافه بالقشطه، وهذه كنافه باللوز. كيف كيدوم عندك الناس اكشريه الناس اللي كيجيو فيك؟ شنو الحلوه اللي كتعجبهم في هذا الشيء كامل؟ شو وحده مفضله عند بزاف الناس؟ والله الاكثر اكثر هذه اللي على السحب بالقشطه. ايوه يعني وهذيك الثمن ديالها مناسب 5 دراهم. 5 دراهم مناسب لمنطقه شعبيه، في ناس تلعب بتباع ب 10 و15 درهم. يعني انت تشوف انت فاهمني؟ فالمنطقه الشعبيه لازم امشي معاهم فهمت. الحمد لله تشوف التعامل ديال المغاربه مع المصريين. لا الحمد لله في محبه بصراحه يعني فهمني؟ ما فيش اي مشاكل، ما فيش عنصريه بمعنى صح فهمني؟ لقيت الحب منهم معنا صح، لا يعمرها الدب المغربي تمام. فالحمد لله ما فيش اي مشكله لحد الان يعني. الحمد لله يعني ما عمرك شي 4 سنين دابا عمرك شي مشكل، عمر شي واحد انه بغى يتصرع عليك ولا بغى يحقرك ولا نقولوا بغى يظلمك ولا شي حاجه؟ مرتين اللي حصلت في الاربع سنين يعني ماشي بس برضه بعديها فاهمني، سكران مثلا فاهمني يعني. ايوه هي هذه الحلويات، فلازم امشي حالي بالمصري فاهمني. لو وقفت ونشفت راسي كده بالمصري مش هاكل عيش معنا صح، مش هاكل طرف الخبز يعني معنا صح. شفت المشروع هذاك كنتي ديرو في مصر تنجح فيه ولا في المغرب احسن من مصر؟ لا في المغرب احسن، في مصر كتير، في مصر بزاف، في مصر 70 نوع، وكل محل وكل حانوت فيه حلويات شرقيه معروفه. ايوه في سباته كامله كينغبوا وحده في سباته كلها حاليا. ايوه الحمد لله فاهمني. أيوة. كان في منافسين بس شيلوا المطعم. ايوه مش نفس الكل. ايوه هذاك الشكر هذا العشبات. ايوه هذيك اللي قلت لي فيها اللي فيها الكراميل، فيها الكريمه، الكريمه القشطة. ايوه شنو تقول شنو تقول؟ تفكر تكبر المشروع ديالك دير معاك شي وحده؟ كبرت وعملت معمل. هاي كبر يدير معاك كبير وخدمه. كبرت الحمد لله وعملت معمل في الكونترا فاهمني؟ ايوه مع ناس مصريين بس فشل في الاخر، كنت متوقع انه هو يفشل كان في الاول، فقلت ايه امشي معاه في الطريق. شنو الرساله ديالك للشباب والمغاربه على قبل هذا المشروع وهذا الشيء اللي كتشوف هذا؟ والله ربنا قال لك ايه، كل يعملوا فسر الله عليكم ورسوله فهمتني؟ سير 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 الخدمه الاولى الخدمه الاولى سير شات اخويا تفضل. يعني كيف ما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني كيجيو عنده الناس ماشي فقط على على رجليهم ولا حتى من السيارات، يعني كيجيو عندهم من مختلف المناطق على قبل الكاليتي ديالو، على قبل التعامل ديالو. يعني شاب من مصر كيدير هذا المشروع هذا اللي لقى اقبال كبير ولقى نجاح كبير من طرف جميع الشباب ومن جميع المسؤولين. يعني صراحه تحيه لاي واحد كيجي البلد ديالو الثاني المغرب، ومرحبا باي واحد جا في المغرب وكيحاول انه يدير شي مشروع باش ينجح وباش انه
يطور من المشاريع ديالو. صراحة تحية لأي واحد كيف ما صرت لكم أنه كيجي وكيبني المستقبل ديالو ماشي في الدولة ديالو بل أنه كيجي من دولة أخرى لبلد المغرب اللي كيرحب جميع المغاربة عبر العالم. صحة وراحة أباش تدج لا بالصحة الأصدقاء بالصحة 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 هاك خويا يعني الصراحة شفت الشباب بزاف كيجيو عندك يعني القاعدة الحمد لله الحمد لله أهم شيء محبة الناس معنا صاحبي يعني قبل كل حاجة يعني المحبة ديال الناس درت شي مكانة ديالك في السباش الحمد لله راسي بحبكم من زمان مش من دلوقتي يعني وخليك قلت لك واش غايجي النهار فين ترجع لمصر وتعيش تما ولا تبقى في المغرب؟ لا لا كنا ممكن في المغرب مصر بقى نظام مثلا اعياد مثلا المناسبات ايوه اخر كلمه باش بغيت نقولها للمصري لمصر تقول لاي واحد كما كان ما بغيش لا 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 من القلب لكل شيء للشعب العربي كله الله يكون في عونك ما انا صح الله يعين الشعب العربي من الاخر يعني اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذا البث المباشر والى اللقاء.